فإن عليها أن تصوم
وتقطع الصيام عند بلوغ الدورة الشهرية. قال عندها شهرين، صامت 22 يوم وجات لها دورة شهرية، تتوقف عن الصيام، تتوقف حتى تتوقف عنها العادة الشهرية. إذا توقفت العادة الشهرية مثلا صامت 22 يوم وبعد ذلك جاءتها العادة، لما تروح العادة تواصل اليوم اللي يجي راح نسويه اليوم 23. فإن قيل لها لا يوجد تتابع، قلنا يوجد تتابع شهرين متتابعين، لأن العادة الشهرية لا دخل للمرأة فيها، بل هي من الله، وهذا أمر أوجبه الله عز وجل وفطر عليه المرأة أو فطر عليها الأنثى، بما في ذلك أنثى الحيوان تحيل. وهذا دم يقوم بإفراز الرحم، ثم وقد تقطع مرتين، لأن خلال شهرين أو أكثر قد تأتيها الدورة مرتين، ومن ثم نقول لهذه المرأة أنها تقضي بذلك الكلام، ولا علاقة له بالدين ولا يفقه في دين الله شيئا، بل هذا ولا أظن أن العاقل يقول هذا الكلام. الأمر الثاني بالنسبة لما يوجب القضاء والكفارة بعد رفع النية أو قبل هذا، حتى الرجل الذي لأن الكفارة أو لأن صيام شهرين متتابعين موجود في الظهار، موجود في القتل الخطأ، موجود في انتهاء رمضان، ولكن نقول حتى الرجل ربما يقطع، قد يصوم ولكنه يصاب بالجهل، يمرض، يتعب، يعيا، يروح للطبيب يقول له لازم يتوقف الصيام، سوف هو صار 50 دولار 55 يوم ومرض ما قدرش يكمل، يقول له دبر راسك كمل، ودبر راسك اذا حبست تعاود الى زيرو، لا، يقول له قول ما دام انك رايح يلحق الضرر بروحك وبجسدك وبحياتك وبعد ذلك، لكن ما ان تتمادى للشفاء وتحس بانك عدت الى حالتك الطبيعيه، وجب عليك ان تواصل مباشره، ما تقولش تصلي 5 ايام وتقابل العام الجاي، لا، ترتاح مباشره تروح تكمل التقضيه. ولكن اقول للمسلمين والمسلمات، كم هو شاق أن تصوم شهرين متتابعين، لكن الذنب أعظم من هذه المشقة، ومن انتهك حرمة رمضان أو من أكل يوما من رمضان متعمدا منتهكا لحرمة الله، قال ورد في الأثر أنه لم يقضه عنه صوم الدهر. أيضا فقها يصوم شهرين متتابعين، لكن ما عند الله أعظم، ويتمنى لو يصوم الظهر ويصوم طوال حياته لا يمكن أن يرقع هذا الخطأ الجسير في حق الله عز وجل، وهذا قبل أن يكون انتهاك حرمة رمضان، هو اعتداء لحد من حدود الله تعالى. إذن الجماع تعمدا يحرم، وهنا حتى نفهم ما معنى الجماع تعمدا، يحرم الجماع نهار رمضان، ويوجب على عليه او عليهما القضاء والكفارة. وهنا ربما تقول المرأة هذا حق منه
الله مقدر على حق زوجه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال العلماء وإن يعني ناقص هذا الفعل رغم أنفها وعروة فعليه فقط هو الكفار وهي لا كفارة عليه. قال ربنا جل وعلا فلا تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. قال ومنع ذلك وقال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ووجه الاستدلال من الايه ان الله تعالى حرم بعد الفجر او حرم بعد الامساك الاكل والشرب والجماع. وقد ورد في صحيح مسلم الحديث الذي يعرفه العام والخاص ذلك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله يعني اخلاك علي يا رسول الله. قال وما اهلك؟ قال وقعت على امراتي في رمضان. لانه قد يقع الانسان على زوجته في نهار رمضان ولا يترتب عليه الكفاره كان يتاول تاويل بعيد ظنا منه ان الفجر لم يحل بعد وان الامساك ظن ان وقت الامساك ما زال بعيدا فجمع زوجته وبعد ذلك تبين له ان الضحى وان الشمس قد اخرجت فهذا لم يتعمد انتهاك وقت رمضان. قلنا تعمد انتهاك الحرم ووجه وقوله عليه الصلاه والسلام فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يصوم شهرين متتابعين فقال لا استطيع. قال فاطعم 60 مسكينا. قال لا استطيع. الى اخر القصه الوارده في هذا النص. ثالثا اخراج المني بمباشره او ما يسمى بالعاده السريه او بمباشره أو غيرها بإدامة فكر أو نظر ضمن بين قوسين. نحذر مثلا الشباب هو يتعامل في رسائل الفيسبوك رسائل هذه الغرامية حتى يجد نفسه قد وقع في المحظور يتبادل كلام صافح قابل فهنا إذا أمن ونزل منه المني وجب عليه الكفارة زائد الفرض. قلنا هنا سواء بالإبعاد السرية مباشرة أو بنظر أو بكلام أو بكتابة رسالة أو المهم أو بمجرد أنه يفكر بهذه الأمور فأمن يجب عليه القضاء والكفارة. الأمر الرابع إيصال الفقير من مائع وغيره للمعدة عن طريق الفم فقط عمدا. ودليل وجوب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب ونحوهما من المفطرات هو الآية السابقة 186 من سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ممكن قد نجد إشكال لدى بعض الناس وعدم التزام بعض الأئمة بالمرجعية أنهم يقولون لا كفارة على من أفطر متعمدا. يقول الكفارة فقط على من جامع زوجته فقط. وقالوا لا دليل بذلك مستدلين بهذا النص الوارد عن ابي هريره الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان. لكن فيه في موطأ الامام مالك بعض الائمه هم
وسيف إعلام حصرت الخليجية يقول لك من أفطر متعمداً عليه الكفارة. هذا أقول كل من انتهك حرمة رمضان بطعام أو بشراب أو جماع أو قرض وجب عليه الكفارة. وقد ورد أن رجلاً بعد الراجع أفطر في رمضان متعمداً فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتى رسول الله بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. والحديث رواه الإمام مالك وروى الدارقطني، هذا حديث موجود في موطأ الإمام مالك، وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الدينار، بكفارة الدينار. إذن وكل من قال لكم بأن من أفطر متعمدا لا كفارة عليه فهو خالف، أقول أخطأ وإنما أقول خالف جمهور العلماء وخالف المرجعية وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى. والحديث بقي في ابن علي القدير، فالله أسأل أن يعتق رقابنا من النار، اجتهدوا لعل رقابنا تعتق من النار. الذنوب كثيرة والتوبة ضعيفة والإيمان قل، فأكثر من الدعاء لعل رحمة ولعل نفح من نفحات الله تدركنا ولا نغيب بعدها أبدا. غفر الله لي ولكم وثبتني الله وإياكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح والصلاح، وأن يديم علينا الصحة والعافية، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا لها من الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.